السلام عليكم. كتير مننا ما بيحبش يشغل الفرن بتاعه في فصل الصيف. طب ازاي نعمل عيش انضف بكتير من بره ونعمله كمان على البوتاجاز من فوق ويتفتح معانا ونعمل منه اجمل سندوتشات، وهنعمل منه النهارده كمان عشاء خفيف، فكرة بسيطة وسريعة كده، ونعمل كمان كمية كبيرة في وقت سريع. بص، العيش بتاعنا منفوخ ومستوي من فوق ومن تحت، واحنا عاملينه على البوتاجاز من فوق. هقول لكم على كل الخطوات في الفيديو، بس يلا نسمي بسم الله ونبدأ على طول. هنجيب كوباية ونحط فيها معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، وكوباية من المية الدافية. قلبتهم مع بعض كويس، وهي دي الخميرة بتاعتنا. هنستنى لما تشتغل علشان دي أهم حاجة في العجينة بتاعتنا. هنجيب بقى بولة وننخل فيها كيلو من الدقيق، والدقيق بتاعنا لكل الأغراض. هنحط كمان معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. قلبت البيكنج باودر مع الدقيق، وبعد كده هحطهم في حلة العجان. بصوا الخميرة بتاعتنا كده، احنا اتأكدنا ان الخميرة بتاعتنا شغالة وما فيهاش اي مشكلة لما بدأت ترتفع كده. حطيت في نفس الكوباية اللي كان فيها الخميرة كوباية من المية الدافية، وما ينفعش طبعا نشتغل بمية باردة. هنحطها كده، وهنحط كمان كوباية مية، يبقى مقدار السوائل على الكيلو دقيق كان 3 كوبايات. حجم الكوباية دي 200 ملي. حطيت الحاجات دي في حلة العجان، وهبدأ دلوقتي اشغل في الاول على سرعة متوسطة، وبعد كده هرفع السرعة لحد ما احصل على القوام ده لمدة 5 دقايق بس، وبعد كده هقفل واشغل تاني بعد دقيقة، علشان انا عايزة المطة اللي موجودة في العجينة لما اجي امطها كده او اشدها الاقيها بتمط معايا. ممكن طبعا نعجن في طبق عجن، وزي ما قلت لكم قبل كده كتير جدا تكنيك العجن بتاعي، انا بعجن 5 دقايق وبريح نص دقيقة او دقيقة، وبعدين برجع اعجن 5 دقايق كمان. ده بينشط الجلوتين في الدقيق بتاعي، وبيخلي العجينة بتاعتنا تبقى جميلة جدا ومططية، وهو ده اللي احنا عايزينه علشان العيش بتاعنا ينفخ كده وينفش ويبقى جميل جدا. دهنت البولة بتاعتي زيت وسبتها كده تختمر. اخدت معايا حوالي 40 دقيقة لحد ما ارتفعت معايا كده. هبطت العجينة بعد طبعا ما اختمرت، وبعدين هنبدأ نقطع مع بعض ونقول الوزن المثالي جدا للخبز بتاعنا او الرغيف اللي احنا هنعمله على البوتاجاز من فوق، عشان نشتغل فيها بمنتهى السهوله ونقطع منها بسرعه. فانا بعملها كده شبه رول يعني، وبحطها على الرخامه من فوق وبغطيها علشان طبعا ما تقشفش وما تنشفش معايا. ولو انت خايفه انها تنشف لو الجو عندك هوا قوي، ممكن تدهنيها دهنة زيت. وزنت كل كوره من الكور اللي انا هكورها النهارده 70 جرام. الوزن ده وزن مثالي جدا، وانتوا شفتوا حجم الخبز بتاعنا في اول الفيديو. انا جبت صينيه كده، والكور بتاعتي هحطها على صينيه مرشوش عليها رشه من الدقيق ده، والدقيق ده نوع اسمه بلدي. الدقيق ده بيبقى عليه رده او دقيق قمح كامل. رشيته في الصواني بتاعتي وحطيت الكور كلها وغطيتها طبعا ببلاستيك راب او باكياس بلاستيك متوفره عندكم. وزي ما قلنا الوزن المثالي لقطعه الخبز بتاعتنا 70 جرام. بعد كده جبت بقى سبتهم 10 دقايق بس يريحوا. جبت اول كرة انا عملتها، وهبدأ ارش رشة دقيق بلدي من تحت او الدقيق القمح الكامل، لانه حلو جدا وبقى كمان ريحته وطعمه حلو جدا في الخبز بتاعنا. الدقيق ده بيبقى طبعا بيبقى فيه ردة، علشان كده بيخلي الخبز بتاعنا طعمه حلو. ما حطيناهوش في العجينة، ممكن كمان انتوا تحطوا نص مقدار الدقيق من دقيق القمح الكامل ده في العجينة، تستعملوا النص لكل الاستعمالات والنص التاني تستعملوا الدقيق البلدي. يعني لو احنا عاملين 8 كوبايات من الدقيق، هتحطوا 4 دقيق قمح كامل او بلدي، و4 من دقيق لكل الاستعمال. كده انا فردت الخبز بتاعي، ومش هخليه رفيع قوي ولا هخليه كمان سمك. هتشوفوا معايا دلوقتي السمك بتاعه، وانا بقى مجهزة صواني كبيرة جنبي، حط عليها بلايات نظيفة او فوط مطبخ نظيفة، وهحط عليها العيش بتاعنا ده. بنفرد كل الكمية، مش بنفرد واحد ونسوي، بنفرد كل الكمية وبنحطها بينها وبين بعضها في وط مطبخ نظيفة، او حتى يعني قماش انتم مستعملينه مخصوص للعيش. هتحط كل الكمية على بعضها بين كل طبقة والتانية، هترش رش الدقيق بتاع القمح الكامل ده، علشان ده بيخلي العيش بتاعنا ما يلزقش في الفوط اللي احنا حاطينها. وبعد ما بنخلص على طول بنبدأ تسوية، يعني بنفرده كله وبعدين بنبدأ تسوية. سخنت الطاسة بتاعتي، وممكن تحطوا طاستين على البوتاجاز زي ما انا هعمل دلوقتي، ودرجة الحرارة بتاعتنا بتكون عالية جدا. وبعد كده بنحط الخبز بتاعنا، وبعد 3 ثواني 4 ثواني تقريبا بتروحوا قلبين العيش بتاعنا، وتقعدوا بقى تقلبوا فيه وتجيبوه من على الجنب كده، علشان كمان بيساعد على تسويته من على الحواف وينفخ معانا
ويبقى مستوي من جوه وطعمه حلو جدا زي ما انتوا شفتوا كده، منفوخ وحلو. هنحطه بقى جنبنا كده على ممكن منخل، او ممكن لو مش متوفر عندكم تحطوه على فوط مطبخ نظيفه. انا جبت بقى طاسه تانية وهبدا اسوي اتنين مع بعض، درجه الحراره عاليه جدا، وهتبداوا بقى تقلبوا كده كل 4 5 ثواني علشان العيش بتاعنا يتنفخ ويستوي كويس جدا من جوه. ما ينفعش ان انا انساه واسيبه على جنب واحد علشان هو كده مش هينفخ معانا. بمجرد بقى ما يبدا ينفخ حاجه بسيطه، انا ببدا اضغط على الحته المنفوخه دي علشان يبدا درجه الحراره او الهواء السخن اللي جوه العيش يبدا بقى يعني ينتشر جواه كده ويخليه منفوخ. طبعا الارغفه اللي انا بطلعها او العيش اللي انا بطلعه احطه على المنخل كده ثواني يبرد او يهدى، وبعدين بحطه في فوط مطبخ نظيفه لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. اقول لكم بقى النهارده ازاي نعمل منه عشاء خفيف جدا جدا وسهل وسريع. لو احنا ما عندناش اي حاجه الا حاجات بسيطه جدا في التلاجة هنعمل العشاء الخفيف اللي هقول لكم عليه ده. بصوا بقى العيش بتاعنا بعد ما خلصنا كل الكميه بتاعتنا بيتفتح معانا بمنتهى السهوله، ينفع جدا جدا لسندوتشات المدرسه، مفهوش اي عجين من جوه، مستوي كويس قوي لان احنا طبعا قلبنا باستمرار ودرجه الحراره كانت عاليه، لان درجه الحراره المنخفضه بتخلي العيش بتاعنا ما ينفخش كده وما يستويش حلو، لانه طبعا ده مش فرن، ده بوتاجاز. بعد ما خلصت بقى هنحضر العشاء بتاعنا. هنجيب الطاسه ودهنتها دهنه زبده بلدي، وهنحط العيش مفتوح، حطيت طبقه واحده بس، ومن جوه معلقه كبيره من الكاتشب او حتى صلصه البيتزا، وجبت بيضه وحطيت عليها فلفل اسود وملح، بهارات اللي انتوا عايزينها. وهحط البيضه كده بعد ما ضربتها بالشوكه على العيش بتاعنا، احاول كده ما اخليهاش تنزل في الطاسه، اخليها على الخبز. وبعد كده هجيب بقى طماطمايه متقطعه وفلفل الوان احمر واخضر، وهفرش بقى الفلفل والطماطم على العيش كده، وهبدا اغطيه بالطبقه الثانيه دلوقتي واقلبه علشان يستوي من الجنبين والبيضه بتاعتنا تستوي وهتمسك لنا بقى الحاجات اللي جوه. حطيت كمان معلقه صغيره من الزبده البلدي من فوق، دي بتدي قرمشه وريحه وطعم حلو جدا جدا، احسن بكتير من الحواوشي، واحسن بقى ما نستعمل حاجات تقيله كده على العشاء. دي حاجه خفيفه خالص وسريعه، وتقدروا تعملوها لو انتم مش عندكم اي حاجه. بصوا شكله حلو جدا، بعد ما بيهدى كده بنقطعه مثلثات زي ما شفتوا في اول الفيديو وبنقدمه وهو دافي، بيبقى طعمه حلو قوي. عايزين تحشوه اي حشوه براحتكم. طبعا الخبز ده كده بعد ما بنخلص كل الكميه ويبرد تماما بنعبيه في اكياس وبنقفلها وبنحطها في الفريزر، وبتطلعوه وقت الاستعمال يعني يفك بعد قبل ما تستخدموه يفك، وبعد كده بتبداوا تسخنوه على البوتاجاز من فوق او حتى في الفرن. بصوا شكله حلو جدا، ان شاء الله انا متاكده لما تجربوه هيعجبكم، لانه سهل وبسيط وكمان مش مخلينا ان احنا نشغل الفرن بتاعنا ونسخن الشقه. اتمنى النهارده اكون فدتكم في الخبز بتاعنا، واتمنى كمان ان انا اكون وصلت لكم فكره عشاء بسيطه. لو عجبتكم القناه ما تنسوش الاشتراك فيها.